قاتم اليوم من يعيد الله على المرور من بين الأقدام تصوي بولا أن يعود من خلالها عمر بغير راية فدفة بيرسل الكرة لكن الآن هنا فراكة هنا الكرة العرضية من بيسمارت هنا المتابعة لا تأتي اسمع 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 الآن شوف الآن حظية الآن لكن إبراهيم الشعيل الآن عبد الفتاح بالكرات العالية في المساحة بيرسل الكرة لكن ممتاز فيصل مسرحي هارون كمارا وسط أربعة توغل تقدم عرضها لكن كوردي بيرسل الكرة يا سلام جورجينيو ديمورا 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 أوهو فيصل مسرحي بينما هنا فدفة بيلعب للكرة سهلة تصل إلى حارس المرمى في 2009 مع الفتوة كانت لفترة غياب لكن الآن فترة حضور فترة حضور يا رب جورجينيو ديمورا تمريرة حلو القادسية فارس الخبر استلام كرة من هارون كامارا يا لعيب لكن حارس المرمى الفريق يريد أن يقص الشريط الأخضر الآن الكرة بتصل باتجاه بيسمارك بتعدي بتمر مر في نص الملعب يترك يا سلام يا سلام ليوناردو سوزا عدى مر عدى مرر يا رب مزاجك الآن لازم يكون مع الأهلي كرة عرضية عالية عمر السومة يرتقي من الأسابيع الأخيرة الحاسمة فدفع يتقدم تصويب يا رب انطلاق الآن سرعة الآن الكرة بترجع تصويب الآن شو يروح في الشوط الأول أي كرة بينية أي انفراد يا كمارا كمارا لم كمارا دار كمارا مستحيلة قادسية هذا بيسمارت الخطأ حكم ما أعطاه تحت الفرصة والخطأ لمصلحة اللاعب بيسمارت حكم يشوف ساحته يشوف الوقت شكرا للزميل بدر العثمان شكرا للزميل فهد المسعود عودة بحضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان أحبتي الكرام عبر قنوات برو سبورت في شوط المباراة الثاني انتظروا ما يوازيها من أداء اللاعبين بيسمارت قوية يا رب زيادة الله على التمريرة عرضية للأهلي فدفة بيرسل الكرة متابعة من عبد الفتاح الكرة تصطدم الكرة في دفاعات القادسية لكن الكرة بترجع في مكان عمر زوما بيعرضها المدافع إبراهيم الشعيل حلوة المباراة سيأتي بها من بعيد أما أن فدفة كرة عرضية الكرة سهلة في اللقطة الماضية ما كانت عرضية نقل الكرة في مكان سليم كرة بترجع باتجاه منصور الله على التمريرة فتح إلى سوسا ليوناردو يضرب يا رب حتى الآن كلهم حراس معك يا مسرحي دفاع القادسية كلهم يقفون أمام هذا المرمى راسية الله هذه تمر يا مسرحي عليك وعلى الدفاع الأهلي بالدفاع يدافع عن الأمال يدافع عن الحظوظ الأهلي بالدفاع يدافع عن أقوى خط هجوم تخيل كل الهجوم موجود ومعتز اللي يسجل ومعتز اللي يسجل هذه أوقاته هذه كراته ضربة راسية الكرة في مرمى مسرحي هدف أول للنادي الأهلي في الشوط الثاني الله على العرضية شوف الارتقاء شوف الكرة ثبت فيها فيصل ثبت فيها الدفاع يرتقي معتز الكرة تهتز في شباك القادسية افرح يا أمير اصرخ يا كردي الأهلي واحد لا يمكن الدفاع أمام كرة ثابتة عن طريق فدفة فدفة تقدم بيلعب الكرة باتجاه المرمى هذه الجبهات التي ينافس عليها وهذه جبهة أهلوية الآن فيها خطأ يريدها عمر يريدها وتعيد النادي الأهلي من جديد بيسمارت وهذه اللقطة وهذا حاتم وهذا الشد وهذا الخطأ وهذا فتاح والآن كرت أصفر لحاتم بلال الشوط الثاني كرة ثابتة عرضية ولكن الكرة تنفذ بشكل غريب مرة أخرى في نص الملعب لمصلحة
القادسية اقتنعها صاروا أربعة الآن، صاروا أربعة على ثلاثة، صاروا أربعة على ثلاثة، فدفة فدفة صارت اثنين مستحيلة يا فدفة. نشوف الآن بيلعب للكرة، لكن الكرة إلى هذه وين ضربة؟ الكرة بترجع الآن في نص الملعب في استلام، بسمارك طالت، الحكم يقول لا ما طالت، لك خطأ يا بسمارك، لك خطأ يا بسمارك. لمصلحة القادسية بيلعب لكرة قوية تصطدم في الحارس البشري سوزا، سوزا في التغطية سوزا يقاتل عليها، الكرة بترجع لإبراهيم، ترجع لإبراهيم، الله العرضية، التغطية تأتي متابعة، مستحيل ضربة، أوهو هذه كفاعة يتركها للي ما يتركها للي ما يتركها، الله لكن فدفة، لكن فدفة، فدفة بيرسل الكرة إلى تيسير إلى فدفة، الله تصويب يا رب يا فدفة، ماذا تريد أكثر؟ في مكان خطير للنادي الأهلي، للنادي الأهلي، الكرة بتصل في الجهة اليمنى سوزا، ليس هكذا يا سوزا، الله على التمريرة الآن، وصلت لعبد الفتاح إلى عبد الفتاح، عرضية رأسية متابعة، الكرة بتتحول الآن جديد، لم تتغير النتيجة هناك، لكن في وسط المسرحي ترجع المؤمن، ترجع المؤمن الآن في استلام مؤمن، تصويبه الكرة عن طريق تيسير، ترجع من جديد سوزا من الأولى من الأولى من الأولى، القادسية والاتفاق في كرة في الدقيقة الأخيرة في التصويبة، مرت الكرة وعدت، الأهلي بدفاعه سجل، هل بدفاعه يحافظ على النقاط الثلاث؟ اصبر كلام اخر دقيقة ونص، فيها خطأ، فيها خطأ، معتز وساوي خذ الدار على الماشي، الكرات القادمة في خمس لاعبين والله ناسيهم وما في وقت الحين افتش واطلعهم، ياسين ياسين برناوي كرة عرضية قد سوية لعويس بالبوكس يبعدها، الكرة إلى ستالي الأخيرة للقادسية عرضية، ولكن الله على قبضة العويس، تصويبة من بعيد تصطدم سقوط أحد اللاعبين، مرتدة للنادي الأهلي، انفراد من نص الملعب، خلصوها 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 يا رب، الأهلي مؤمن بالحظوظ بالفرص بالفرصة الأخيرة ضاعت والهدف ألغي، شوف اللقطة ثلاثة يا سوزا ولسه تفكر تمرر ولسه تفكر تمرر، راية وتسلل في اللقطة الماضية لمؤمن، الأهلي فرصة إنهاء المباراة والقضاء عليها تماما ضاعت، ولكن المباراة ما ضاعت، النقاط ما ضاعت، الأهلي يؤمن بالحضور، يؤمن بالفرص، يؤمن بالآمال، يدافع عن كل فرصه في لقب الدوري.